صعود لكاس العالم. كمان معانا مكالمه مهمه جدا من المدير الفني المحترم، المدير الفني للنادي الاهلي الكابتن حسام البدري. كابتن حسام برحب بحضرتك. اه كابتن شادي، ازيك؟ الله يخليك. وحشنا كابتن حسام. الله يخليك يا شادي، ربنا يخليك، وانت كمان والله. بحاول اوصل لك، مش عارف. لا ما انا كنت مسافر يا شادي والله، لسه راجع بس. الحمد لله على سلامه حضرتك. الله يسلمك يا شادي، الله يخليك. كابتن حسام، طمني على مباراه النهارده، حضرتك راضي عن المجموعه اللي لعبت كلها، خصوصا ان احنا عارفين اللي حضرتك بتستعد لانطلاقه الدوري العام وكمان المباراه المهمه مباراه الترجي. وطبعا بدايه طبعا كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا كابتن. عيد الاضحى والامه الاسلاميه بخير ان شاء الله يا رب. اكيد طبعا احنا بنستعد لكرة الدوري العام، مشوارنا في كرة الدوري العام، واللي طبعا بترتبط برضه مع مشوارنا الافريقي، لان احنا يمكن هناخد مباراة في بطولة الدوري العام، وبعدين بعدها هيبقى لقاء الترجي، فالاستعداد متواصل. ومباراة النهارده الحمد لله لعبنا يمكن الكم الاكبر او معظم اللعيبة اللي موجودة في المعسكر، اطمنا طبعا على حالتهم البدنية بنسبة كبيرة، وفي نفس الوقت زي ما انت عارف في بعض العناصر برضه الجديده اللي موجوده، طبعا عناصر عندها خبرات، لكن اكيد برضه الانسجام والاداء الفني اللي احنا بناتيه لابد يبقى فيه برضه تجارب عليها بشكل مباريات وديه، وبعدين ننتقل لمرحله المباريات الرسميه. فاكيد طبعا راضي على المستوى النهارده بشكل كبير جدا بنسبه كبيره، وبرضه على مجموعه الشباب اللي هي ان شاء الله اتمنى يبقى ليها فرصه السنه دي، لان فعلا في تفكير ان شاء الله، لكن متوقف عليهم التدعيم بالشباب ان شاء الله، لكن متوقف عليهم. شفنا النهارده احمد ريان، شفنا احمد حمدي، ودول كمان انا بتكلم عليهم، شفنا بيكم، بالاضافه طبعا العناصر اللي موجوده معانا زي كريم نيدفر زي اكرم، فاكيد كل ده طبعا مهم في المرحله اللي جايه، ان الجميع يستعد بشكل جيد ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حسام، بصراحه انا بحيي حضرتك، في كل مكان في ثلاث لاعبين، ودي حاجه يعني خليني احيي حضرتك عليها من غير ما ادخل في فرق اخرى تعاقدات كتير، وتلاقي في كل اماكن خمسه وسته في المكان الواحد، واماكن بيبقى فيها نقص، لكن النادي الاهلي الحاجه اللي كويسه جدا لكل مكان النادي الاهلي فيه لاعب واثنين وثلاثه. اكيد انت بتقول ملحوظه بحييك عليها يا شادي طبعا، ودي مهمه جدا، والمهم كمان التقارب في المستوى والتنافس مهم جدا، لان انت زي ما انت عارف لابد يبقى في تنافس، لان أنا بقول إن الفرق الكبيرة بيبقى عليها مسؤولية كبيرة، لكن الضغط برضه بيبقى بشكل مستمر، وفي نفس الوقت الضغط دوت بيبقى مرتبط بدوافع، وأما بتطول الفترات والسنين في الموضوع ده بيبقى صعب جدا المحافظة عليه والتوازن في الحتة ديت، فبيبقى مطالب إن أنت يبقى عندك لاعب واثنين في كل مركز، أولا للمحافظة على الدوافع، اولا لوجود المنافسه مهم جدا، انت يعني هتفهم معاني او اللي بين السطور في الكلام دوت، وفي نفس الوقت لا قدر الله ما بيحصل اي عجز او تروب بتلاقي البديل الجاهز. يعني كابتن حسام، معلش في حاجات مهمه جدا عايز اعرفها من حضرتك. كابتن حسام البدري معروف سيستم اللعب واحد، بيتغير الافراد لكن الطريقه واحده، 4-2-3-1. سمعت تصريح، عايز اتاكد من حضرتك ده صح ولا غلط، ان الكابتن حسام البدري بيفكر يغير طريقه اللعب؟ لا انا 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 طريقه اللعب انا ممكن ان شاء الله في تفكير شادي باذن الله ان يبقى في استخدام لاكثر من طريقه خلال الموسم، دي هترتبط برضو بالعناصر اللي انا هستخدمها، هترتبط بالعنصر المنافس اللي انا هلعبه، لكن اكيد فعلا هيبقى في اكثر من طريقه، لكن هترتبط بكده، هترتبط بالعناصر اللي انا هستخدمها، لان انت عارف في عناصر ممكن تستخدمه في 4-4-3-3، في عناصر لا ممكن 4-2-3-1، تمام، فدي مرتبطه بالعناصر اللي انت هتستخدمهم. في نفس الوقت العنصر او المنافس هيلاعبك عنده الايجابيات ايه والسلبيات ايه اللي انا ممكن استخدمها، فبالفعل بنفكر في كده ان شاء الله، وربنا يوفق ان شاء الله. كابتن حسام، ناس كتير اكيد حضرتك بتتابع النادي الاهلي، جماهيريه كبيره، شعبيه كبيره، كل محبين النادي الاهلي، كلام كتير عن مركز المدافع، الاهلي لسه ما تعاقدش مع مدافع، كلام كتير كمان اللي في الكواليس دلوقتي من النهارده اللي فيه راس حربه كمان الكابتن حسام البدري بيفكر فيه، الحقيقه فين؟ الحقيقه كابتن شادي طبعا ان هي بالحسابات، احنا لو اتكلمنا على قلب الدفاع عندنا، احنا عندنا ثلاثه مميزين جدا، لكن طبعا عندنا ارتباطات كبيره والموسم هيبقى طويل، بنحاول طبعا يبقى في عنصر رابع
لكن انا مش عاوز الناس طبعا ساعات في 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 اوقات بنلاقي السوشيال ميديا ان في برضه بعض الناس اللي بتبقى متحمسه مجرد ان هي بتحاول تقول راي بقلبها. احنا عارفين طبعا حبهم للنادي الاهلي وحبهم للنادي الاهلي، لكن بيبقى في ساعات بس اراء بالقلب مش بالعقل بس، يقول لك هتبقى في مشكله كبيره وكده. ما فيش مشكله ان احنا عندنا اكثر من لاعب، ما شفنا هاني النهارده هو بيأدي في المركز دوت، عندنا ايمن اشرف بيأدي في المركز دوت، عندنا ثلاثه مميزين سعد ورامي ونجيب. لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق خلال الايام اللي جايه دي ان شاء الله يكون في عنصر ثاني برضه بنحاول ان شاء الله، وبرضه بنحاول في مهاجم اخر ان شاء الله، لكن هو مش راس حربه، لان انا ان شاء الله باذن الله هيبقى عندنا خلاص وفره في راس الحربه، عندنا وليد ازارو، عندنا ان شاء الله مروان راجع، عندنا احمد متعب، عندنا احمد ريان شفناه النهارده، عندنا اجاي بيلعب في الحته ديت. فلا لا راس الحربه مش محتاجين، لكن محتاجين لاعب بمواصفات في نص ملعب المهاجم. كابتن حسام، عجبك وليد ازارو وتصريحاتك طول الوقت عليه بشكل كويس جدا، هو لعيب واعد وبيتحرك للامانه. بحيي حضرتك على التعاقد مع اللاعب ده، عنده روح النادي الاهلي من اول يوم لبس فيه تيشيرت النادي الاهلي. اكيد طبعا وليد ان شاء الله، انا بقول بمجرد يعني حظنا كويس برضه ان هو ابتدى في البطوله العربيه شويه، لان وليد انا بستشعر طبعا ومتاكد ان هو حاسس بقيمه النادي الاهلي وضخامه اسم النادي الاهلي، فعنده طبعا درجه كبيره جدا من الحماس. الحماس دوت انت عارف ساعات لما بيكون زايد بيأثر على الناحيه الفنيه شويه، بمجرد ما بيحصل انسجام وبيحصل هدوء شويه. شفنا امكانياته مميزه جدا، مواصفات احنا كنا عاوزينها، وهي المواصفات اللي بتلعب بشكل طولي في سرعه، رغبه في انك بتروح على الجون على طول، فدي موجوده في وليد ازارو، بجانب طبعا المجموعه اللي قلت لك المميزه الاخرين الموجودين المتنوعين في امكانياتهم. عندي برضو ان شاء الله بتمنى، لكن شيء من المجهود لسه مطلوب مجهود كبير، احمد ريان برضو انا قلت، لاني انا قلت في اول السنه كان جاله اكثر من عرض وانا رفضت ان هو يمشي، برضه بتوقع له ان شاء الله، لكن مطلوب منه مجهود كبير ان شاء الله، بالاضافه للمجموعه الثانيه اللي موجوده عماد واجاي ومروان ان شاء الله بعد عودته ان شاء الله. كابتن اسمح لي اقول لحضرتك بقى، استغل عشان ما اتكلمناش وانا باركت لحضرتك، لكن عايز اقول على الهوا في نقطتين مهمين جدا للكابتن حسام البدري. كابتن حسام انا بحييك، السنه اللي فاتت دوري وكاس بعد غياب 10 سنين ما جمعناش البطولتين، ودي حاجه تحسب للاعبين والجهاز الفني والاستقرار الموجود، دي رقم واحد. رقم اتنين، كابتن حسام البدري يحسب لك كابتن حسام قدام كل الملايين من الاهلاويه، بنقول اللي انت رجعت لعيبه، كان في ناس مش في الفورمه، كان في ناس في كلام كتير، كابتن مع حسام البدري من غير ما ادخل في تفاصيل، في لعيبه حضرتك رجعتها بشكل اكثر من رائع لدرجه اللي هي وصلت كمان اللي هي تبقى محافظه على مكانها وتاخد كل الجوائز ويتقال عنها افضل لعيبه السنه دي. الحاجه الاخيره، اللي مش متابع كل المباريات، في مباريات كتير السنه دي التغييرات الحاسمه، في لعيب بينزل تغييره ينزل يخلص المباراه، ودي حاجه بتبقى رؤيه من الجهاز الفني. عشان كده انا بحييك يا كابتن حسام على الثلاث حاجات دول. بشكرك بشكرك يا كابتن شادي، وانا بقول تملي العمل الجماعي ده بيبقى وراه مجموعه عمل كبيره، وراه استقرار، وراه مجلس اداره بيدعمنا بشكل كبير جدا، كل الجهاز اللي موجود معانا سواء الجهاز الفني او الاداري، كله اللاعبين العاملين الاجهزه الطبيه. فعلا انا شايف ان المجهود دوت والتركيز والرغبه هي وراء النجاح اللي حصل السنه دي، وفي نفس الوقت برضو انا باكد يعني بدايه من الفتره اللي احنا فيها انا شايف برضو نفس الكلام، بل بالعكس في استشعار طبعا باهميه المرحله اللي جايه والمسؤوليه اللي والحفاظ على اللي احنا عملناه، وده اللي انا مستشعره، وده اللي طبعا ده اسلوبنا في العمل، فان شاء الله نبقى موفقين ان شاء الله. كابتن حسام، السؤال الاخير، افريقيا اهلي، كل جماهير النادي الاهلي بتقول نفس النداء ده، هتقول لهم ايه؟ واحنا بنقول يا رب ان شاء الله، احنا بنوعدكم ان احنا اقصى ما نملك ان شاء الله مركزين، ومن دلوقتي بنبتدي نفكر في افريقيا وبنحضر للمباراه اللي جايه ان شاء الله. لا ينقصنا الا توفيق ربنا، وتوفيق ربنا ما بيجيش الا بدعوات المصريين والجماهير، وانا متاكد طبعا ان جماهير النادي الاهلي كلها ورانا باذن الله باذن الله باذن الله، نقدر نساعدهم ان شاء الله، ويبقى لينا نصيب باذن الله في البطوله ان شاء الله. ما ينفعش يبقى معايا افضل مدرب في مصر وما اسالهوش على مباراه منتخبنا بكره، توقعاتك يا كابتن حسين؟ باذن الله كلنا متفائلين، وكل التمنيات طبعا مباراه مهمه جدا. انا بقول المباراه بكره بتمثل ان شاء الله يعني اكثر من 80% ان شاء الله فوزنا بكره على اوغندا ان شاء الله، وانا عندي ثقه كبيره طبعا في رغبه اللعيبه
واحساسهم بالمسؤوليه واهميه المباراه ان شاء الله يبقوا موفقين فيها باذن الله. المدير الفني للنادي الاهلي كابتن حسام البدري، واحد من الشخصيات المحترمه وابن من ابناء النادي المخلصين. كابتن حسام بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كلام مهم جدا، وضح الرؤيه لكل جماهير النادي الاهلي اللي بتسال. في كلام على مدافع، كابتن حسام بيقول في كلام لكن مش هنجيب اي حد، فيها معنى كلامه هو قال في الكواليس اكيد اللي انت فاهم، فانا بشرح لحضراتكم. اول حاجه كابتن حسام البدري يتكلم على المباريات الوديه، بيدي مجموعه من اللاعبين الفرصه وبيشوف احمد ياسر ريان وغيره من اللاعبين، ودي المباريات الوديه كمان عشان انت بتستعد لضربه البدايه في بطوله الدوري وكمان للمشوار الافريقي. النقطه كمان اللي قالها عشان الجماهير تبقى عارفه اللي تخص بعض اللاعبين واتكلم فيها كابتن حسام، لكن الاهم بالنسبه لي عشان اللغط اللي بيبقى موجود، كابتن حسام قال لك اللي احنا بنتكلم مع مدافع وفي لعيبه موجوده، لكن فيها معنى كلامه اللي مش هيجي اي حد النادي الاهلي، هيجي اللاعب المتميز اللي يدخل جوه المجموعه بسرعه ويقدر يحقق بطولات ويتحمل مسؤوليه فانيله النادي الاهلي. ده معنى في الكواليس كده من كلام الكابتن حسام. بيتكلم ناس كتير بتقول النادي الاهلي كابتن حسام صرح اللي هو راس حربه وجاي النادي الاهلي، قال لك مركز راس الحربه عندي وفره عدديه، معايا نجم النجوم عماد متعب، معاه اجاي، معاه وليد ازارو، في مروان ربنا يرجعه بالسلامه، احمد ياسر ريان. فقال لك لا انا بدور على مكان تاني، ما قالش تفاصيل ايه، بس مش عارف عشان ما نقولش اي كلام، لكن بنقول كلام المدير الفني اللي الكابتن حسام قاله ده مهم جدا. مين هو اللي يختاره بقى المدير الفني؟ لو هو اللي بيحط تشكيلته، هو اللي بيختار، وهو اللي بيقول مين اللي يلعب ومين ما يلعبش. الحمد لله قدرنا نجمع ما بين الدوري والكاس. فسالت كابتن حسام على النقطه المهمه اللي كلنا منتظرينها كاهلاويه، بطوله افريقيا، وقلت له الجماهير بتقوله افريقيا يا اهلي. في مسؤوليه وفي تركيز وفي احساس بالجماهير واحساس البطوله غايبه عننا، ده المهم. فمن هنا احنا كمان لينا كلمه، أربع حاجات تشوفوهم في النادي الأهلي ما تخافش عليه، في أي مباراة، في البداية، في النص، في النهاية، لازم تلاقي الأربع حاجات دول. مباراة المصري لما لقيناهم في آخر المباراة ما خفناش على النادي الأهلي وكان يقين وثقة التاني جاي. إيه هما؟ روح الفانيلا الحمراء تبقى موجودة، الأداء في الكور المشتركة فيه رجولة في الأداء، مش اللي أنت تأذي زميلك، لا، يبقى فيه رجولة في الأداء. الاحساس بالمسؤوليه والبطوله اللي انت بتلعب بيها، كمان اللاعبين، التهيئه اللي قبل المباراه، واللي انت تذاكر الفريق، الكلام ده لما بيبقى، والانضباط التكتيكي داخل المباراه مع التزام مع روح مع الكلام ده اللي انا بقولته من شويه، الحاجات دي موجوده. الاربع حاجات انا بقول لكم ما تخافوش على الاهلي. فمن هنا ان شاء الله ان شاء الله البطوله دي بالنسبه لنا مهمه وغاليه جدا ان شاء الله، مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده واللعيبه اللي هتدخل، لعيبه المنتخب لما ترجع ان شاء الله، مع مدير فني محترم والجهاز كله بالكامل المحترمين وكابتن سيد عبد الحفيظ وكل الناس، ان شاء الله يجيبوا لنا بطوله افريقيا، لانها بطوله مهمه جدا جدا لينا كاهلاويه. دلوقتي كمان هنطلع سريعا لفقره 100 سنه اهلي وارجع لحضرتك.